منكم جميعا وقوف وقفة واحدة لنصفق عليه بحرارة قبل بدء الكلمة. حاولنا جاهدين في هذه الأمسية بعدما استضفنا شخصيات أخرى من مدينة طنجة منذ النسخ الأولى والثانية ونحن في الثالثة، استضفنا أسماء ربما أعطت الكثير والكثير لمدينة طنجة وللمغرب بصفة عامة. بزاف الناس ما كيعرفوش شكون هما هاد الناس وشكون هو التاريخ ديالهم. كنحاولوا أننا من خلال هذا البرنامج ديال أماسي اللي كنعملوه في رمضان هو أننا نذكر بعض الشخصيات اللي في مختلف المجالات. أنا مستطول، بعد سنتين التحق مباشرة بتطوان وهناك الدراسة الابتدائية والدراسة الثانوية والدراسة الجامعية. اللي كتعرفوا على أن رمضانية دابا في العد العكسي، يعني على بعد أيام إن شاء الله الحفل النهائي اللي غيكون الأربعاء المقبل بقاعة أحمد مكباخ، والتنشيط غيكون إن شاء الله ديال الفرقة ديال سعيد بالقاضي عميد الفنانين ديال الموسيقى الروحية والأندلسية. اليوم في برنامج أماسين الصديف شخصية من الشخصيات الكبرى في مدينة طنجة، رجل اجتمعت فيه جميع الصفات السياسي والرياضي والثقافي والنقابي والصحفي. الحمد لله بحال اللي كتشوفوا القاعة اليوم غص عن آخرها بأصدقائه وأحبائه وعائلته الصغرى والكبرى، لأن الحوار مع السي عبد السلام الشعباوي هو حوار شيق ومليء بالمفاجآت، لأن السيد عنده مسار طويل يعني منذ تاريخ ديال المقاومة إلى الآن، فكيجر عنده واحد التاريخ اللي هو تاريخ عظيم وتاريخ طويل. احنا كنحاولوا من هذا البرنامج الأماسي، كنا استضفنا في الحلقة الأولى يعني مديرة النشر وكذلك الصحفية والأديبة سميرة مغداد، بعدها استضفنا السياسي والنقابي والأكاديمي الدكتور عبد الطيب شهبون، اليوم مع عبد السلام الشعباوي في رحلة كلها اكتشافات واستكشافات وكلها مفاجآت صار، لأنه مارس النقابة ومارس الرياضة ومارس السياسة أو من المؤسسين ديال جمعيات الصحافة، جمعيات حقوقية معدة، جمعيات ديال المرصد الوطني لحقوق ديال البيئة ديال حقوق الإنسان، يعني له زاد كبير وتاريخ عظيم. لهذا استضفناه الحمد لله اليوم في هذه الجلسة هذه، وبحال اللي ما كرهتش أنني نذكر بالبرنامج اللي باقي اليوم غاد عندنا قناوة ملوك قناوة الروحية غتكون في قاعة المرحوم محمد الرحموني في دار الشباب الحزنونة، يوم السبت عندنا الطريقة البوتشيشية في أحمد بكماخ، الاثنين عندنا آخر ندوة علمية، والثلاثاء راحة يعني غيكون الألعاب يعني نهائيات المسابقات ديال الألعاب الرياضية والإلكترونية والحساب الديني، والأربعاء غيكون عندنا الحفل النهائي في أحمد بكماخ بحال اللي قلت لك. إذن تحية للجميع اللي من سهرة على إنجاح هذه الرمضانيات، وخاصة جنود الخفاء اللي كيسهروا الليالي من أجل إنشاء هذه الأنشطة والتتبع ديالها، كذلك رجال الصحافة والإعلام وكل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذه النسخة الثالثة التي خلقت الجدل وخلقت مجموعة من رمضانيات في مدينة طنجة، وهذا فخر لنا، لأن الأمور اللي ما تكونش عندها إشعاع وما يكونش وراءها ضجة ما تكونش ناجحة. فهنا أمننا بالنجاح وكنتمنى أننا نكون في رمضانية رقم 4 بأحسن حلة وبأحسن برامج. النتيجة أننا من فوق العمارة ديال المؤسسات احنا جوج ديال الطبقات، لا قدر الله داك الموس اللي كان في الدواء قبليه ما تقش به، كانت النتيجة وكنت أكثر تشددا فأسسنا ديك التنظيم ديال الاتحاد العام للطلبة المغرب، وبه حصلنا على انتخابات لأول مرة باسم الاتحاد العام للطلبة المغرب على التعاضدية. التعاضدية كانت محتكرة وما زالت إلى الآن عند الاتحاد الوطني للطلبة، مع التحية والتقدير بطبيعة الحال الاتحاد العام للطلبة للاتحاد الوطني للطلبة المغرب. هناك تحضيرات لإحداث بلبلة في المغرب، أي كان هناك تحضير للانقلابات في المغرب، هناك أجهزة اللي كانت تحضر كانت تبحث على العينات. وطني عظيم، الوطنية قبل الحزبية، لا بد من هذه النقطة نوقف عليها. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.